حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورفض خلالها مطالب الرئيس الأمريكي باعتبار دخول مدينة رفح الفلسطينية خطا أحمر. أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا أن تصريحات نتنياهو تدل على النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة والاستمرار في محاولات تهجير الفلسطينيين بالتزامن مع فرض قيود على الدخول إلى المسجد الأقصى خاصة في شهر رمضان المبارك. وطالب أبوردينا واشنطن بضرورة إلزام إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على قطاع غزة.